اخبار اليوم. حضرتك ايه على خطاب السيسي؟ الحقيقه ممتاز ورائع. ايه اللي لفتت نظرك فيه؟ لفت في نظري المصارحة، وان الراجل ده بيتصرف دايما في الوقت المناسب، ما بيسيبش الناس تتأخر وبعد كده نقول فين المسؤول وما ظهرش ليه المسؤول. لا، الحمد لله احنا في الوقت المناسب عندنا الرئيس بيكلم الشعب وبيكلم ممثلين الشعب وبيوضح كل الحقائق، كل وضوح وشفافية، عشان برضو الناس في ناس مش فاهمة حاجة وناس مش عارفة، فبرضو دول يعني ممكن يعني يجيلهم حاجات كده تأثر عليهم. فالتوضيح للرئيس، لأنه هو طبعا المسؤول عن البلد كلها، ده شيء جميل وبيوري ان اللي هو ماشي في الطريق الصح. القلب في البلد دي بقلبه، وبعدين احنا من امتى احنا بننطق في السياسه وبنتكلم في السياسه؟ السياسه ليها ناسها وليها العمالقه بتاعتها وناس دارسه وفاهمه ومعاهم دكتوراه. احنا بنشبط في كلام بس، احنا بنسمع ونرغي، وده اكبر غلط انك تسمع وترغي. ربنا خليه لنا بس. انا الراجل اكتر من كده بيعمله الراجل، وربنا يديله الصحه. أنا مش عارفة أقول إيه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمل معجزات مش إنجازات، أقسم بالله يا رئيس بتعمل معجزات مش إنجازات. خطاب من رئيس بطل منقذ مصر، حبيب مصر، بيحب مصر، بيخاطب شعب مصر بكل شيء، يعني شايف إن الإخوان الإرهابيين بيطلعوا حاجات من دماغهم، إن الجزيرتين ملك مصر وهم لا، هم بتوع السعودية من أيام الملك فاروق. الحتة بتاعت طبعا الجزيرتين اللي هو قال عليهم، الجزيرتين دول طبعا من وجهه نظر ان هي قضيه سياسيه ما حدش يقدر يتدخل فيها، وده الصح ان انا اقدر ان انا اقوله. ما حدش يسال على حاجه ان عشان ما تشغلش دماغنا، يبقى هو ادرى بالشعب. بنحترم راي الناس وبنحترم يعني راي يعني الناس بتاعت زمان اللي هي الارض دي بتاعت السعوديه، بس احنا برضه عايزين يعني كان ينبهنا. في ناس كتير اميين مش فاهمين حاجه، يعني لازم برضه يقول لهم يا جماعه في مشاريع نعملها، واحد اتنين او واحد مسؤول يعني تحت الرئيس المتحدث الرسمي باسم الرئاسه يتكلم يقول في واحد اتنين تلاته، ينبهنا برضه. ما احنا كلنا عايشين برضه يعني في بلد واحد. السيسي النهارده كان 100 100، شهاده لله، وبعدين ربنا معاه وربنا يعينه.